السلام عليكم عشاق ومتابعي قناة علي فلوغ، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة والأمور ديالكم مزيانة. حلقة اليوم حلقة اللي رائعة، حلقة اللي زوينة. غادي نتكلموا على واحد الدعم اللي غادي يساعد بزاف ديال الأسر بالمملكة المغربية، وغادي يساعد الناس الكبار في العمر والناس اللي عندهم الوليدات. كيقولوا كيفاش غادي نستافدوا في هاد 2022 وحنا كنسمعوا انه غادي تولي لانتريت وغادي يولي التعويض الاسري والتغطيه الصحيه شامله. اشنو واقع؟ كل شيء غادي نشرحوه بالتدقيق وكل شيء غادي يفهم، وجايب لكم اخبار اللي زوينه. بالنسبه للناس اللي فايتين 63 سنه غادي نشرح لكم كيفاش غادي توليو تشدوا واحد التقاعد ديالكم ان شاء الله في هذه السنه، وغادي نتكلموا على التعويض الاسري اللي غادي يوصل حتى 1000 درهم يعني 20000 ريال. كل شيء غادي تشرح بطريقة سهلة وبسيطة. كنتي قاري ولا ما كنتيش قاري، كنتي كبير في العمر ولا كنتي صغير في العمر، غادي تفهم مزيان. ولكن هاد الحلقة باش تنجح الإخوان، هاد الحلقة راه ما فيهاش التفاهة والضحك أو لا التخربيق الخاوي. هاد الحلقة غادي تغير بزاف ديال الأشياء في بزاف ديال الأسر في المملكة المغربية. حاجة وحدة الإخوان، نديروا واحد اللايك ونخليو التعليق ونعاون الفيديوهات اللي كتساعدنا في حياتنا ونحاولوا نبارطاجيوهم. الا الفيديو ما غاديش نشري منه قرعه ديال الزيت وما نخلص منه الضوء والماء وما نجيبش منه ما ناكل، ما عندي ما ندير به، ما عنده ما يغير لي في حياتي. يعني التفاهه الاخوان حاولوا انكم تبعدوا عليها. راه كنشوف ان التفاهه نسبه المشاهده ديالها طالعه بزاف. واش المغرب الاخوان كلشي مدبر على راسو، كلشي فاهم، كلشي عارف انه كاين التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه والتقاعد والتعويض الاسري؟ راه كاينين الناس الاخوان ما عارفينش هاد المعلومات وما عارفينش انه كاينين مبالغ وكاينين انواع ديال الدعم، واللي من حقهم انهم يستافدوا منها. وكذلك من حقك انك تمشي تشد هذيك البركه قانونيا. ولكن المشكل فين كاين؟ كنمشيو وكنتفرجوا في التفاهه وكنبقاو نضحكوا، ولكن الوقت راه دايز. المهم غادي نشرحوا دابا بطريقه سهله وبسيطه. غادي نتكلموا على المعاش او على التقاعد. الناس اللي فايتين 63 سنه غادي يوليو يستافدوا من واحد التقاعد اللي بادي من 400 درهم يعني من 8000 ريال. وغادي تقولوا لي كيفاش غادي يعرفونا؟ كاين واحد السجل الاجتماعي، يعني كلشي المعلومات ديال خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات كاينين عندهم، يعني اللي في القطاع الغير مهيكل، يعني واحد الشخص او واحد المراه كبيره في العمر فايتها 63 سنه غادي تولي تشد 8000 ريال شهريا ابتداء من سنه 2022، يعني هاد السنه هادي ان شاء الله. والشهور المقبله غادي تبداو تستافدوا من هذه المساله. واش غادي نبقاو نشدو غير 8000 ريال؟ لا اخوتي، غادي تبقى كطلع حتى 2026 غادي توصل 20000 ريال، يعني غادي تولي تشدو 1000 درهم. دابا غادي يبداو معاكم ب 400 درهم يعني 8000 ريال، وغادي تبقى طلع حتى توصل في 2026 ل 20000 ريال يعني 1000 درهم شهريا. وغادي توليو عندكم كذلك التغطيه الصحيه الشامله، يعني بحال الضمان الاجتماعي، يعني غادي توليو تشريو الدواء ويرجعوا لكم الفلوس، وغادي تدوزوا عند الطبيب ويرجعوا لكم الفلوس بحال القطاع المهيكل، يعني بحال الا كنتي خدام في شي شركه وشديتي لانتريت ديالك بطريقه قانونيه حتى انت عندك واحد المنضه شهريه، وغادي تولي كذلك تستفد من التغطيه الصحيه. هذا الشيء بالنسبه للناس اللي فايتين 63 سنه. اللي ما فهمش شي حاجه الاخوان يخلي لي في التعليق، غادي نعاود نشرحها ماشي مشكل. وبالنسبه للتعويض الاسري غادي يوليو خوتي المغاربه اللي في القطاع الغير مهيكل غادي يوليو يستافدوا على وليداتهم كل ولد 300 درهم يعني 6000 ريال، يعني الولد الاول 6000 ريال والثاني 6000 ريال والثالث 6000 ريال والرابع 100 درهم، يعني اللي عندك اربعه ديال الوليدات غادي تولي تشد 1000 درهم شهريا. شكون هما هاد الناس اللي غادي يستافدوا؟ الناس اللي في القطاع الغير مهيكل، يعني الناس اللي كيخدموا نهار بنهار. حنا كنعرفوا ان الناس اللي في القطاع المهيكل راه عندهم هذه القضيه، ولكن الناس اللي في القطاع الغير مهيكل مازال ما عندهمش. ولكن حتى هما غادي تولي عندهم المنضه ديالهم،
يعني الاسر اللي كتبيعوا تشري في الزنقه، واحد كيجيب ما ياكل انهار بنهار، غادي تولوا تستافدوا على هذوك الوليدات 300 درهم للولد. هذا الشيء غادي يكون ان شاء الله في الايام المقبله. وبالنسبه للنساء المطلقات والارامل، راه شرحت لكم شحال من حلقه ووضحت لكم هذه المسائل. بالنسبه للمطلقات والارامل غادي نخلي لكم الوثائق في اخر حلقه اللي غادي تجمعوا باش تستافدوا. بالنسبه للناس ديال المعاش، راه هذوك داخلين في السجل الاجتماعي، راه ان شاء الله في الايام المقبله غادي توليو تشدوا لان تدريت ديالكم، والاسر حتى هما غادي يوليو يستافدوا على هذوك الوليدات، وتولي التغطيه الصحيه الشامله. هذه التغطيه الصحيه الاخوان راه غادي توليو بحالكم بحال القطاع المهيكل، يعني حتى نتوما غادي تمشيو عند الطبيب وديروا له فيزيت ويرجعوا لكم الفلوس. داك الشيء غادي يولي بطريقه زوينه ان شاء الله، ماشي بحال الشكل ديال الراميل. خوتي المغاربه، كنقول لكم القادم احلى بالمملكه المغربيه، وكاينين بزاف ديال المسائل في هذه التغطيه الاجتماعيه، لانها غادي تغير بزاف ديال الاشياء بالمملكه المغربيه. كنتمنى انني كنت موفق في هذه الحلقه ووصلت بزاف ديال الميساجات بطريقه سهله وبسيطه. ما تنساوش تعاونوا الفيديوهات بلي لايك الاخوان، وديروا التعاليق الزوينه، وتحاولوا تبارطاجيو. فهمتي خلي لي التعليق زوين، ما فهمتيش خلي لينا اشنو ما فهمتيش. حنا في الحلقه المقبله ان شاء الله غادي نشرحوا، حنا في قناه عالي فلوق في الخدمه ديالكم. اي حاجه ما عرفتوهاش سولونا، وحنا غادي نقراو التعاليق ديالكم، والحلقه القادمه ان شاء الله غادي نجاوبكم. كنتي في القطاع المهيكل او لا كنتي في القطاع الغير مهيكل، واخا يكون السؤال بعيد عن الحلقه سولونا، ماشي مشكل، راه غادي نقرا الاسئله ديالكم وندير ليها حلقه ان شاء الله، والله يسهل على الجميع. بالنسبه للمطلقات والارامل، راه غادي نخلي لكم الوثائق باش تجمعوها ان شاء الله وتستافدوا حتى نتوما من هذيك البركه ان شاء الله. كنتمنى انني ما طولتش عليكم في هذه الحلقه، وصلت فيها بزاف ديال الرسائل. كان معكم اخوكم علي صاحب قناه علي فلوغ، وكنضرب لكم موعد في حلقه مقبله بمعلومات جديده، وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.